انا للاسف معايا دقيقه ولازم اطلع فاصل. ماشي. انا متوقع انه السيتي هيكسب 4 وانت طالع. ماشي. ما يزعلوش مني جمهور انت اللي انت اكيد هتقول لهم انا هرد على الكلام ده. لا لا مش هرد. متوقع الماتش هيخلص ايه؟ انا هقول لك النتيجه 3-1. لمين؟ لا مش هقول. بس هقول لك النتيجه 3-1 هقول لك ان في جول هيجي ديفليكشن. وبعد الماتش لو جه هاجي حلقه هنا لوحدي انا المذيع وانت الضيف. والله لا ده ايه ده انا مش هاجي اصلا. لا 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 دي انت هتيجي. لا 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 تيجي وانا هستخبى. لو حصلت انا المذيع وانت الضيف. يبقى انت تقصد 3-1 للانتر. لا ممكن تبقى للسيتي بس يبقى جبت النتيجه صح برضو. النتيجه 3-1 وخلينا بقى ايه يا حد توقع كده. لا هتفتحها ينفع اقول كده وكده عادي 2-1 لمين ما اعرفش. لا نتيجه واحده سيب عشان هو كده لازم يجي عشان هو بيشجع الانتر. 2-1 للسيتي. 2-1 للسيتي يا رب. 2-1 للسيتي؟ انا مقتنع ان 4 وانت طالع بصراحه. لا بص النهايات صعبه برضو ان انت يبقى فيها سكورات ضخمه. يا باشا بقول لك 4 هو هيجيبوا 4 تجوال غالبا في الشوط الاول والشوط الثاني انت هيحاول يمسك نفسه والسيتي هيهدى.